مبروك للاستاذ دكتور كريم صبري اللي منور النهارده معانا ومشرفنا على شهاده الاس ار سي، يعني مصنف دوليا وعالميا ان هو من امهر واشطر الدكاتره لجراحات السمنه. طبعا على الشاشه معانا يا جماعه احنا بنبارك له، وانا كنت حابه ان انا النهارده ما اقولش انترو لان بجد الشهاده لوحديها على شاشه المحور وبرنامج الطبيب هي فخر لينا وفخر لكل انسان مصري ان احنا عندنا اطباء في جراحه السمنه مش بس مصنفين في مصر ان هم شاطرين، لا عالميا التصنيف ده عالميا. خليني على طول من غير ما اقول اي كلمه اقول له انت منورنا والف الف الف مبروك يا دكتور. شكرا.